هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا، العمل به كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يا رب هلم بنا، فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يا رب هلم بنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا. أيها الحادي بإنشاد أصيل، أطرب الأسماع باللحن الجميل، بقصيد ينهض العزم الكليل، للعلا والمجد والخير الجزيل. أيها الحادي بإنشاد أصيل، أطرب الأسماع باللحن الجميل، بقصيد ينهض العزم الكليل، للعلا والمجد والخير الجزيل. بالهدى أجل الصدى داوي العليل، داوي العليل، واسقنا منه الزلال السلسبيل، السلسبيل. بالصفا انفر جفا واهد السبيل، واهد السبيل. ظننا واصدح بنا يشفي الغليل، يشفي الغليل. أيها الحادي بإنشاد أصيل، أطرب الأسماع باللحن الجميل، بقصيد ينهض العزم الكليل، للعلا والمجد والخير الجزيل. بالهدى أجل
واسقنا منه الزلال السلسبيل يشفي الغليل نغم يبعث في النفس الصفا ويذيع البشر في كل سبيل هو للروح غذاء وشفاء هو للعقل منار ودليل كم ترنمت به فوق الربا وشدوت لحنه وقت الأصيل أنجلى حزني وهمي ذهبا وارتمى عن كاهل الحمل الثقيل أيها الشاذ المفدى روينا من ندى توهيدك السامي النبي هيج الأشواق فينا إننا جد مشتاقنا للفن الأثير كلما لحنك ناجى خاطري صرت نشوانك مرؤوس لي أمين وسمى قلبي بوجد غامري سابحا في ذكر مولى وجلي بالهدى أجل الصدى داوي العليل واسقنا منه الزلال السلسبيل السلام حرجفا وهد السبيل غننا واصبح بنا السلسبيل السلام حرجفا وهد السبيل غننا واصبح بما يشفي الغليل.